الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، سمع او تطير طيره فرده عن سفره لم ينظر الى الدرجات العلى او لم ينظر الى الدرجات من الجنه يوم القيامه. لا اله الا الله. وروى حديثا ايضا قيل لبعض الحكماء لما يهون عليك عليكم معشر الحكماء قول أصحاب النجوم؟ قال لأنهم إن حدثوا بخيل ما استطاعوا تعجيلهم. لحظة، خليكم معي. يهون عليكم معشر الحكماء قول أصحاب النجوم، يعني لا يعتبر لكم. إن حدثوا بخير فلم يستطيعوا تعجيله، وإن حدثوا بشر حدثونا ولم يستطيعوا دفعه. نعم، سبحان رب العظيم، كلام عظيم جدا. قال عبد الله لكعب: علم النجوم؟ فقال كعب: لا خير فيه. قال عبد الله: لما؟ قال: ترى فيه ما تكره وتزيد الطيرة. فقال: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا رب غيرك. ثم سكت. فقال عبد الله: ولا حول ولا قوة إلا بك. هذه الزيادة. قال: جاء عبد الله والذي نفسي بيدي إنها لرأس التوكل وكنز العبد في الجنة، لا أقول أن عبد عند ذلك ثم أمضي إلا لم يضره شيء. قال عبد الله: أفرأيت إن لم يمضي ودفعه؟ قال: طعم قلبه طعم الشرك. أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. طيب، إذن هذه كلها أيضا احترازا من أجل حفظ القلب عن الوقوع في الشرك، حفظ القلب عن الوقوع في الشرك. فيها من تكاهن طيرة فرده في سفره. نعم، وحفاظ الشرع على ميل القلب. ميل القلب هذا أمر جلل، لابد من الحفاظ عليه، ولابد من وضع السياج عليه، لأن الشرك يضيعه، الشرك يهلكه، الشرك يضعف مادة الإيمان فيه. وإذا تعالى الشرك، يعني صار شركا أكبر، يمنعه الجنة كلية. إذا قال: من تكهن وتقسم أو تطير طيرة فرده عن سفره لم ينظر إلى الدرجات من الجنة يوم القيامة. الآن متى مع الميعاد عندنا هناك الساعة الواحدة، لابد أن أكون في الاستوديو. ما أدري، أنظر المناسب. من تكهن أو تقسم أو تطير طيرة فرده عن سفره لم ينظر إلى الدرجات العلى أو الدرجات من الجنة. وهذه معناها لم ينظر من الدرجات إلى الجنة، معناها أنه لا يدخل الجنة. يعني هذا كلام فحواه، أنه لا يدخل الجنة. فت القلب لغير الرب جل في علاه، سواء المسألة على إخبار الغيوب أو المسألة على فإذا مال هذا الميل على إخبار الغيوب وصدقه كفر كفرا أكبر، وإذا جعلها مطية وسببا قد وقع في الشرك الأصغر. ففي كل حال من الأحوال هو في خطر وعلى خطر، وهو لم يعزم قلبا، لم يتحرك تحركا لحفظ قلبه إذا تحرك بالطيرة. لذلك الكهانة أو التكهن كما قلنا أو السحر في ذلك، فإنه إذا اعتقد ما فيه من الإخبار بالغيوب فقد كفر كفرا أكبر يخرجه من الملة، لأنه صار مكذبا لله جل في علاه، صار مكذبا لله جل في علاه. لأن الله قال: إنما الغيب لله، وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لم ينظر إلى الدرجات من الجنة يوم القيامة. المسألة هنا عويصة جدا، إما أن يؤخذ على ظاهرها فإنه لم ينظر إلى درجات من الجنة، يعني لن يدخل الجنة مرة ثانية.
أو لن يدخل الجنة من أول وهلة، أو لن يدخل الجنة كلية، هذا كله مطروح فيه في من تطير. والصحيح أن المسألة أيضا على التفصيل، إذا كانت الطيرة عنده سببا فإنه قد لا يدخل الجنة من أول وهلة، فيدخل النيران للتطهير من تطهير الجنان من الشرك حتى ينقى ويتم محبته تامة للرحمن ويدخل عتيقا للرحمن جل في علاه في الجنان. وأما إذا تطير واعتقد في الطيرة فإنه يكون الحديث على ظهره، فلن ينظر إلى درجات الجنة، يعني لن يدخل الجنة قط، لن يدخل الجنة قط. وهذا أيضا بالنسبة للكهانة، ولكن الكهانة هنا تفصيلها كيف يكون تفصيلها؟ الكهانة مرتبطة بعلم الغيوب، كيف يكون تفصيلها؟ تفصيلها على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40، بس الإتيان والاستخبار يعني الشغف والفضول، فهكذا لم تقبل صلاة 40. قال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، الذي أنزل على محمد، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والذي أنزل على محمد ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وما أنا، إلى آخر الآية. وفي قولي أو تطير طيرة، يعني لو كانت مرة واحدة فإنه يؤخذ عليها، ومع ذلك أنه وقع في الشرك، والشرك هذه دلالة أنه أعظم الذنوب. وهذا الحديث قد يكون حجة في مسألة عقدية مهمة. ما هي؟ قد يكون الحديث هنا حجة لمسألة عقدية مهمة. ما هي؟ لم يوحد الله ما بحسن الظن جيد، لكن خلوه القلب من توكل على الخالق. أنا ما توكل على الله، يعني هذا أخذ الأسباب. نعم صحيح. طيب أنا سأقول لكم وأنتم الآن صوبوني أو خطئوني، قد يكون هذا دليلا لشيخ الإسلام ابن تيمية في قوله أن الشرك الأصغر لا يغفر، قد يكون دليلا له في ذلك أن الشرك الأصغر لا يغفر، ولأنه قال لم ينظر إلى درجات الجنة، معناها أن في الصحيفة الشرك الأصغر، وأنه ما زال عالقا بالصحيفة. فهنا كما قلنا كل ذلك من أجل الحفاظ على كمال التوحيد في القلب، سواء كمال التوحيد الواجب أو كمال التوحيد المستحب، فهذا هو الأصل في ذلك. نعم. وفي قوله عن الكلام وسؤاله عن النجوم، لما لا تأخذنا بأقوال أصحاب النجوم، قال إذا حدث بخير لم يستطيع تعجيله، لأنه لا يملكونه، وحتى الخير الذي أتوا به لو كان من مسترق السمع فإنه لا يكون كاملا، كما قال له خبأت لك خبيئة، قال الدخ، وإن حدثوا بشر لم يستطيعوا دفعه، لأن المسألة على تقدير الله جل في علاه، فهم لا يملكون أنفسهم نفع ولا ضر، كما أنهم لا يعلمون من الغيب شيئا إلا ما كان كما قلنا من استراق السمع، من مسترق السمع يركب بعضهم فوق بعض، ومسترق السمع أيضا قد يأتي به وقد لا يأتي به، قد يأتي به وقد لا يأتي به، لأنه يسمع كلمة وعندما يأتي بها كاملة يقرقرها في الأذن تأتي الشهب فتقتله، أو أنه يقتل قبلها، أو يقول حرفا منها ولا يستطيع الإتمام. لذلك قال أصحاب النجوم، ومن تعلم شعبة من النجوم كما قال ابن عباس تعلم فقد تعلم شعبة من السحر، وفي ذلك معناها أنها أيضا تدخل في مسألة الشرك، وكلها كما قلنا لو نظرت إليها تدقيقا ستجد أن الكلام فيها هو الكلام على ميل القلب لغير الرب. هذه هي المشكلة العويصة التي يعني بها الإنسان يقع في مسألة عظيمة لا يستطيع الخلاص منها إذا وقع القلب في الشرك. أنتم رأيتم إبراهيم عليه السلام كيف أن الله تعالى خلص قلبه من حب الولد، طبعا ليس الحب الجبلي، من حب الولد الذي يمكن أن يكون هذا الحب يعني يميل بالقلب، فقد قال الله جل في علاه وحيا إلى إبراهيم عليه السلام، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. المسألة غار الرب على خليله، ولأنه اتخذه خليلا، والاتخاذ خليلا معناه
أن محبة الله جل وعلا تخللت مسالك الروح فنتها عن أي حب لأي أحد غير ذلك. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم خليل الرحمن، لو كنت متخذا خليلا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. هذه مسألة لابد من فهمها جيدا، وهي أن الشرع جاء بتوق عظيم للقلب لتنقية القلب من الشرك وملء القلب بتوحيد الله جل في علاه. لذلك تعلم النجوم من غير بابها الجائز وهي معرفة الطرق والقبلة فإنها نوع من أنواع الشرك. لذلك لما قيل لعبد الله ما ترى قال ما تكره تزيد الطير علم النجوم، قال يزيد الطير يعني يجعل الإنسان أصلا تطير بها، فإذا المسألة هنا على التطير بها، قال تطير الإنسان بها يزيد الطير، فعلم النجوم سيكون فيه الطيرة في الاعتقاد في غير الله جل وعلا. علم النجوم سيكون فيه الاعتقاد في غير الله كما يحدث الآن، أنتم ترون كثير من الذين يعيشون الآن في الأبراج ويتكلمون على النجوم، يتكلمون سحرا بهذا الباب، وكثير من البله السفهاء يعتقدون ذلك ويعتمدونه شركا، نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا ويحفظكم، اللهم أمين يا رب العالمين، ويحفظ الله قلوبنا. نعم، الفوائد المستنبطة. مدار النجاة والهلاك على القلوب. الشرك يعلق بالصحيفة فلا يمحى. علم النجوم، نعم، علم النجوم أضل من علم السحر لأنه مرتبط أيضا بالفضاء، فيعني يكون أوقع في القلوب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.